السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي. صباح الخير والفل والسعاده والهنا، وصباح الطاقه الايجابيه على عيونكم يا رب. وحشتوني جدا جدا، وبتمنى تكون كلكم بخير واحسن حال. فيديو النهارده بقى طبعا اول روتين ليا بعد العيد، بتطلبوا مني دايما عايزين فيديو روتين. فالنهارده هنقضي اليوم مع بعض ان شاء الله، ناويه كده يعني باذن الله اعمل فيه حاجات كتير. طبعا بعد العيد بقى، بعد ما طبخنا وشوينا والمطبخ اتبهدل خالص من الدهون بتاعت تصفات العيد، عايزه دلوقتي ادخل المطبخ كده واعمل له تنظيفه كده محترمه. هي مش من الاعماق بقى هفضي الدرف في الحاجات دي، لا يعني من الخارج هشوف المنطقه اكتر منطقه فيها دهون ايه، وخاصه الشفاط والحيطه اللي عنده فوق البوتاجاز والاماكن دي، وتلميع كده الدرف من الخارج، حاجات كده تزيل الدهون اللي حصلت في المطبخ وتبين لنا جماله وتنضفه ويلمع ويبرق ويبقى زي الفل، علشان نستأنف بقى نشاطنا في المطبخ تاني وهو نضيف كده وجميل وشكله يفتح النفس. وكمان يعني خارجه بعد العيد بقى البيت مشطب على الاخر، حاجات كتير خلصانه منه، من الخزين، من المنظفات، من خضار، من حاجات كتير كده خلصانه. فعايزه النهارده لاني ما عنديش كمان منظفات، عايزه افتح الغساله وابدا بقى اغسل غسيل وحاجات. مسحوق الغساله خلصان خالص، مسحوق المواعين او اللي هو صابون السائل بتاع المواعين، كل حاجه خلصانه. فعايزه انزل الاول كده بعد ما افطر ان شاء الله، انزل من محل الصابون، هو جنبي يعني جنب البيت مش بعيد، بشتري منه كل المنظفات وكل الصابونات بقى اللي انا عايزاها مره واحده من مكان واحد، واطلع علشان استخدمها ان شاء الله في التنظيف. وبعد كده بقى نبدا تنظيف مع بعض، ويكون كده فيديو تشجيعي كده ويشجعكم ان انتوا برضو تنظفوا البيت، المطبخ، اي حاجه. ويكون الغدا النهارده ان شاء الله، جايبه من امبارح رنجه، طبعا خارجين بقى من العيد، زهقنا بقى من الدهون والدسم واللحوم وكل الاكلات الجامده دي. اول ما بخرج بقى من العيد بقول الحقوني بقى برنجه بكشري ودقه بقى وشطه، اي اكله من الاكلات الحرشه دي. فالنهارده ان شاء الله كمان يعني هنضف الرنجه كده وهنتغدى بيها على السريع، مش هتاخد اي وقت مني لاني عندي شغل كتير في المطبخ وعندي نزوله هشتري حاجات واطلع وكده زي ما بقول لكم. ان شاء الله نقضي بقى اليوم مع بعض، وبتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. وهفطر دلوقتي فطار سريع كده وخفيف، نسكافيه مع قطعه من كيكه الشوكولاته اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده، وبيكون احلى فطار الكيكه والنسكافيه. واللي حابب يعرف طريقتها هتلاقوها في شاشه في نهايه الفيديو ده. دلوقتي بقى هخلص فطاري وانزل اشتري بقى الصابون والمنظفات والحاجه اللي قلت لكم عليها، وسلك المواعين اللي هستخدمه في التنظيف، وكل حاجه بقى محتاجاها هنزل اشتريها عشان استخدم منها في التنظيف ان شاء الله. وبعد كده نكمل يومنا مع بعض. جبت مشترياتي بقى من المنظفات كلها، هي الحمد لله جبتها مع بعض، كل حاجه كانت ناقصاني، صابون المواعين والشاور جيل والكلوريكس بقى ومسحوق الغساله الجيل، كل حاجه. جبت جيركن الوفير ده بتاع المواعين بالليمون، ده 4 لتر ب 30 جنيه، حلو طبعا بيكون موفر وكميته كبيره وجميله. جبت كمان كلوريكس الالوان ده ب 20 جنيه، طبعا ما بستغناش عنه، كان خلصان برضو. وجبت الشاور جيل ده بتاع ماي واي، في منه يعني روائح كتير، كل مره بجيب يعني من ريحه مختلفه، في ورد، في عنبر، في حاجات كده كتير روائحها بتكون حلوه، بجيب يعني كل مره ريحه مختلفه عن اللي قبلها. وكمان جبت الشامبو ده سان سيلك ب 30 جنيه، وده ب 35 زي ما قلنا. اوكسي جيل بقى ده للغسالات الاوتوماتيك، ده للالوان، ده عليه عرض، لقيت عليه عرض بدل 73 جنيه ب 65، وده 3 لتر، ومعاه كمان هدية اوكسي بالليمون الاخضر للمواعين العادي، لتر زجاجة يعني لتر، معاه هدية مع بعض في شبكة واحدة. وجبت كمان المناديل، كانت خلصانة من عندي كلها، مناديل المطبخ البكر ده 4 سوفت روز، و الاربعة دول ب 20 جنيه، وفي نوع بيبقى اسمه فاميليا 6 بكرات، بيبقى نوع حلو جميل الحقيقة برضو، بس ما لقيتوش بقى، اضطريت اجيب ده لاني ما عنديش خالص. وكمان جبت سوفت روز العلب العادية البلاستيك، بكون عايزة طبعا في كل اوضة حاطة واحدة، فجبت برضو 2 عايزاهم. جبت معجون سنان ده من الكبير، ده كلوس اب الاخضر، وفي انواع تاني طبعا، وسيجنال 2، كل ده كل ما بجيب نوع برضو بغير عن النوع اللي قبله عشان ما يبقاش نوع واحد. ده بكام الكبير ده؟
ده ب 18 جنيه، وجبت بقى صابون كده للحمام يعني لوكس وكمية وكده، تقريبا الواحدة ب 6 جنيه او ب 6.5. وفي النوع ده لقيته فوكس عليه عرض، يعني اتنين مع بعض كده ب 7.5، اتنين كده بريحة الفراولة وده بريحة الفل تقريبا او الياسمين، الاتنين مع بعض ب 6.5. بس دي كده كانت مشترياتي بقى من المنظفات اللي كانت ناقصاني. هشيل بقى كل حاجة في أماكنها دلوقتي وبعد كده نكمل مع بعض. وأول حاجة عملتها بعد ما جبت المنظفات، حطيت بقى دورة غسيل تتغسل كده وأنا بشتغل، واستعملت اللي هو أكسجيل اللي وريتهولكو، وهسيب كده الغسالة برضو شغالة وأنا بعمل حاجة يكون الغسيل خلص وبعد كده نشرب. وقبل ما ابدا في اي حاجه، الرنجه اهي طلعتها من التلاجة اللي هنتغدى بيها النهارده، هنضفها بقى واحضرها كده واضبها واحطها في علبه بغطا واشيلها في التلاجة تاني لغايه ما يجي ميعاد الغدا اطلعها ونقدم منها على طول علشان تكون جاهزه معايا. كنت الشفاط بقى عشان اغسله، ده كنت غسلاه قبل العيد على طول قبل العيد بيومين، بس طبعا بعد بقى العيد والطبخ والدهون والشوي والحاجات دي، يعني بصوا ما نسيبوش اما يتوسخ قوي. هو دلوقتي اهو يا دوبك ومن ورا كده بقى فيه دهون ازاي، بس خفيفة يعني مش طبقات بقى وحاجات من اللي هي الصعبة جدا دي. وكمان الجزء ده اهو دهون كده بسيطة، والجزء اللي بيبقى تحت ده انا ببقى لفاه بالفويل، بصوا عشان ده يعني ده بينزل فيه الدهون كده بتتحوش فيه زي الجيب، فانا بحط فيه ورقة فويل الدهون تنزل في الفويل، ولما بفكه كده بص الدهون نازلة ازاي لو شايفينها بتترسب كده او بتتحوش هنا، فانا ببقى لفاه كده ولما باجي اغسل بقى الشفاط بفكه بيكون الجيب زي الفل. بصوا زي الفل، كل دي بقى بتبقى مليانة زيوت لو انا مش لفاه، وبروح غسله غسلة سريعة كده مع باقي الشفاط بينضف بيبقى زي الفل، وبلفه تاني لما بخلص. دلوقتي هغسل الشفاط على طول كده في الحوض على طول وانا واقفه بالميه السخنه، بقى يعني القطعه بتاعتي كلها بالميه السخنه. دلوقتي بغسله بايه؟ معايا طبق فيه شويه صابون سائل من بتاع المواعين العادي المركز، اخففه بشويه ميه شويه كده صغيرين، وهضيف عليهم شويه من الخل علشان ينضف معانا برضو. وبس كده انا هغسلهم بالسائل ده، وممكن سبونشة مواعين دي قديمة مش بستخدمها يعني للاطباق ولا حاجة اغسل بيها، او بسلكة من اللي هي الناعمة مش سلك الخشن بقى اللي بنغسل بيه البوتاجازات والاحواض والحاجات دي، من الناعمة على حسب بقى اتساخ الشفاط عندك. كده خلاص غسلت بقى الشفاط وحطيت صفه هنا على فوطه كده نظيفه، عقبال ما اغسل بقى حواليه كده وتحت الشفاط طبعا، وهي الدهون طالعه على الشفاط بتلزق كده على الحيطه او بيجي جزء منها على الحيطه اللي ورا البوتاجاز وتحت الشفاط وكل الجزء ده، فانا هسيبه يتصفى كده شويه عقبال ما اغسل بقى الحيطه اللي حوالين البوتاجاز كلها واللي تحت الشفاط طبعا. فبفضي بقى كل حاجه كده من المكان اللي حوالين البوتاجاز جنب البوتاجاز كده وفوقيه لو اي حاجه متعلقه او اي حاجه، يعني بفضي الحيطه اللي هغسلها كلها يعني ممتده بقى لغايه تحت الشفاط زي ما بقول لكم عشان المكان ده بيكون فيه دهون وكده. وبنفس برضو الخلطه اللي عملتها للشفاط عملت تاني برضو صابون المواعين مخفف بميه وعليه شويه خل، وبسلكه ناعمه برضو مش الخشنه ولا حاجه، لان برضو الدهون يعني دهون بسيطه كده على الحيطه مش بقع بقى ورواسب كده جامده ولا اي حاجه. لو عندكم مثلا دهون بقى مستعصيه او بقع جامده او حاجه ممكن تجيبوا
نص ليمونه وبيكربونات الصودا او بيكنج صودا، وتغمسوا كده الليمونه في الكربوناتو، وتيجوا كده على البقعه اللي هي فيها بقى الدهون على الحيطه، تفركوها كده زي ما تكونوا بتعملوا لها كده صنفره، تفركوا كده بالليمون وتحاولوا تنزلوا كده العصير بتاع الليمون على الكربوناتو كده على الحيطه، هي يعني مش في طبق ولا حاجه، بتفور البقعه كده وتخليها تختفي، وبعد كده ممكن بفوطه بقى تلموا مكانها يعني، او بقى تصبنوا تاني كده بسبونشة خفيفة وتلموا بقى الصابون بعد كده، بتنضف معاكم وبتكون زي الفل. بعد ما خلصت الحيطة برضو لميت الصابون طبعا بفوطة ونشفتها وكده، وبرضو يعني غطى البوتاجاز ده لما قفلته كده غسلته بالمرة. بعد كده بقى بعد ما بخلص بعلق بقى الحاجة اللي كنت شايلاها تاني على المكان اللي نظفته كله، وكده الشفاط بقى هركبه هجففه، بس الاول هعيد عليه كده، هو خلاص اتصفى ونشف، بس هعيد عليه لو في اي مية كده بالفوطة اجففها. وبعد كده القطعة اللي في ايدي دي هغلفها بقى بورق فويل، بقطعة فويل بقى نظيفة زي ما قلتلكو، بلفها بالشكل ده، وبعد كده بركبها في مكانها، وبركب الشفاط بقى كله تاني في مكانه. وبعد كده هغسل بقى البوتاجاز يعني السطح بتاعه، بس هو مش محتاج بقى اشيل العيون والحاجات دي، السطح بتاعه كده برضو هعدي عليه، والغطا بتاعه كده من الناحية دي برضو اغسله، وبرضو هنضف كده الجوانب بتاعته والمراية بتاعت الفرن او باب الفرن والمفاتيح وكده، نعدي برضو على كل حاجة عشان تنضف معانا بالمرة. وبعد كده طبعا هلم بقى بفوطة مبلولة الصابون واجففه، ويبقى نضيف معايا برضو البوتاجاز. وكمان الميكرويف هنضفه كده على السريع، يعني في كده مكان تسخين العيش بتبقى ردة واقعة او اي حاجة، بنضفه كده بفوطة مبلولة، بلم اي حاجة واقعة فيه فتافيت او اي حاجة واجففه برضو كويس من جوه، والقطع اللي كانت فيه غسلتها وسايبها تتصفى على الفوطة اهي، وبرضو هلمع الجوانب والباب بتاع الميكرويف والمفاتيح وكل حاجة، ويعني نعدي عليه كده كله واجفف برضو عشان ما سيبش اي بواقي مية فيه من الداخل او من الخارج، واجفف القطع بتاعته برضو واحطها تاني في مكانها. طبعا عايزة اقول لكم التنظيفات دي تعتبر تنظيف اسبوعي، يعني لو كل اسبوع عملنا كده غسلنا الشفاط خصوصا، ما نسيبوش اكتر من اسبوع علشان ما تتعبيش في التنظيف بتاعه وما يكونش بقى عليه دهون كتيرة ويبقى صعب يعني في تنظيفه. الميكرويف برضو ننضفه من الداخل والخارج كده، كل حاجة بقى يعني كل اسبوع كده، لو عملنا لمعنا مثلا درف المطبخ من الخارج زي ما هعمل دلوقتي، الحاجات دي لو اتعملت كل اسبوع هتلاقي مطبخك دايما نظيف ومش هتبذلي مجهود ابدا في تنظيفه بعد كده. وكمان الرخامة دي بقى هنضفها برضو، غسلتها بالصابون وبعد كده بلم بفوطة، وكل الحاجات دي كنت عاملاها قبل العيد، وكمان الجزء الحيطة بين القطعتين المطبخ دول كنت عاملاهم وكده، فما عملتهمش تاني نضاف، انما المكان بقى اللي هو جنب البوتاجاز والشفاط وكده بما اني بيبقى عليه دهون، فده اللي نزلت الحاجة وغسلت الحيطة بتاعته تاني علشان الدهون ما تتراكمش يعني في المكان ده، بيحتاج انه يتنضف على طول اول باول. وبعد كده هحط بقى الحاجة تاني اللي كانت على الميكرويف، اديها تلميعة برضو بسيطة. ودلوقتي عشان اكمل الجزء ده بقى يتبقى لي هنا تلميع الدرف اللي هي فوق ومن تحت، الدرف الخارجية بس مش هعمل حاجة من جوه ولا حاجة، هي مترتبين يعني من جوه، محتاجين اللي هم يتلمعوا من بره بس عشان الدهون، برضو تلميع بسيط قوي ما فهمش دهون كتير، مش محتاج يعني بسبونشة المواعين واصبنهم او حاجة، على حسب برضو الدرف اللي عندك، لو محتاجة تصبين الاول تصبنيها وتلمي الصابون وبعد كده نعمل عملية التلميع الاخيرة، انا هلمعهم على طول لانهم مش محتاجين تصبين زي ما بقول لكم، بخلطة بسيطة قوي بعملها، عملتها يعني معاكم كتير قبل كده، بتكونوا
عبارة عن كوباية خل كوباية مية ونص كوباية خل ومعلقة كبيرة صابون مواعين سائل مركز مش متخفف ولا حاجة، وبنرجهم وبنستخدمهم مع فوطة ناشفة كده وبنرش وبنلمع على طول، بتدي لمعة للذرة في الألوميتال والخشب برضو. ولو مش متوفرة عندك الخلطة دي أو مستعجلة ومعملتهاش، لو عندك منظف الزجاج أو ملمع الزجاج هيوفي برضو بالغرض، ترشي وتلمعي على طول، وخصوصا إن الألوميتال هيبان فيهم ويلمع قوي. دلوقتي بقى هلمع الدرف من فوق ومن تحت، وبخلصت بقى الناحية دي. وهنا دي الدرفة دي مخلوعة، دي كان في درفة كده بتتفتح تنزل وتتقفل كده، المسامير بتاعتها وقعت واتخلعت، فهجيب لها مسامير بعدين واربطها. دي بتاعت الكوبايات زي ما احنا ملاحظين، يعني شكلها مش وحش قوي، مؤقتا مرصوص فيها الكوبايات او بال ما بركبها. المهم دلوقتي بقى هبدأ في تلميع الدرف. هعمله بقى هنا برضو هلمع الدرف كده، دي الدرف الناحية دي خشب، هلمعها بنفس الملمع اللي وريتهولكو، وكل الجزء ده. وهنا الرخامة دي هشيل برضو اللي عليها وصبينها ونضفها، وكمان الحوض بقى في الاخر هغسله، علشان طبعا بغسل فيه الفوطة وكل ده، ففي الاخر خالص هغسله بقى عشان ينضف. وهنا الجوانتي، يعني طبعا الاحسن طول ما انت بتنضفي حاجة تلبسي الجوانتي بتاع التنظيف اللي بالشكل ده. انا صراحة مش يعني عشان التصوير مش مالكة البسه، عمال البسه واقلعه وانسى البسه تاني وهكذا، انما طبعا لازم في التنظيف نلبسه يبقى احسن. انا بلبسه وانا بنضف الحقيقة، بس لما بكون يعني ما بصورش عشان دلوقتي مش فاضية اقعد البسه واقلعه كل شوية. بس هعمل بقى هنا برضو الحاجة اللي قلتلكوا عليها دي، الجزء ده عشان ينضف معايا. وكمان الغسالة خلصت الغسيل اهو، طلعه بقى وانشره. وبعد كده بقى نتغدى عشان جه ميعاد الغدا اهو. اطلع الرنجة بقى من التلاجة واشوف اقدم معاها ايه كده، ونقعد نتغدى وبعدين نكمل. دلوقتي هقول لكم بقى عملت ايه تاني بعد ما فضيت الغسالة من الغسيل ونشرته. لمعتها كده برضو بنفس الملمع ده والفوطة، يعني عدت عليها كده بتلمع برضو بتبقى جميلة وبس. وبعد كده بقى اتغدينا، يعني طبعا الرنجة بقى ما عملناش حاجة على البوتاجاز ولا فيها حاجة، يعني نسيت اصور والله، يعني قدمتها كده بمنتهى السهولة عادي في اطباق، يعني حطيت قدمتها بقى في اطباق وعصرت عليها ليمون وزيت، وقدمت معاها العيش وشوية خضار كده، طماطم وخيار متقطعين شرايح وبس. وكلنا، وبعد كده يعني غسلت المواعين على طول اللي طلعت من الاكل.
الاطباق بقى والكوبايات والازاز وكله، فضيت الحوض تاني علشان يفضل المطبخ نضيف كده، ما يبقاش فيه اي حاجه يعني موسخاه او اي حاجه عامله فيه دبشه، اتمتع كده بالنظافه بتاعته شويه. والمواعين اصلا ما كانتش كتير برضو، يعني مش محتاجه مواعين كتير وبس. وبعد كده بقى كان فاضي الارضيه، مسحت الارضيه وجففتها خلاص بالمجففه، اتلمعت اهي ونتفت برضو، هي اللي كانت فاضله. ودلوقتي بقى يعني نشوف كده مجهود او ثمرة مجهودنا. المطبخ اهو الحمد لله بقى نضيف وبيلمع، والدرف بتلمع، ومن هنا ومن هنا، والرخامه والمايكرويف الحمد لله نضف. كان في بقى إرادة وحاجات كده مطرح تسخين العيش والحاجة، نظفت وغسلت طبعا الحاجات دي زي ما شفنا، ولمعته من جوه ومن بره. والحاجات اللي هنا دي كانت نظيفة، وكنت غاسلة الورد ده لسه قريب، وهنا بفضيها واغسلها. بتاعت المعالق دي حطها كده قريبة، وساعات بحطها هنا، بس لو الترابيزة او الرخامة هنا مشغولة بعمل عليها حاجة برفعها فوق كده اقرب، لان عندي الادراج صغيرة او ما بتشيلش حاجة، فمخلية المعالق يعني والشوك والحاجة بتاعت الاستخدام اليومي يعني هنا. والبوتاجاز اهو نضيف زي ما هو، واتلمع كده من الجناب ومن كل مكان. والرخامة هنا كمان نضيفة، كل المنطقة دي اللي نضفناها مع بعض، والدرف اللي اتلمعت، والبوتاجاز والحوض، والحمد لله هو المنظر يعني نضيف، في المطبخ كده شكله نضيف وجميل. هريح بقى دلوقتي، هلم اللي هعمله بقى، هلم الفوط اللي نظفت فيه اللي نظفت بيها كلها وانقعها، واقعد بقى ارتاح شويه. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى، وبتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه واخدتوا منه كده طاقه ايجابيه ونشاط وحماس انكم تنظفوا بقى مطبخكم وتعيدوا على تنظيفه كده، والحاجه اللي اتوسخت فيه من بعد دهون العيد تقوموا تنظفوها. ان شاء الله مش هتاخد منكم اي وقت. واهم حاجه عايزه اكد عليها ان الحاجه ما تخلوهاش يعني تتوسخ زياده عن اللزوم، يعني مثلا حاجه زي الشفاط ده ما نخلوش بالشهر والاتنين لما يعمل طبقه دهون قد كده وتبقى صعبه، ونقعد بقى نكحتها بحاجه وبعد كده بالسلكه وندعك وننقع. زي ما شفنا كده لو كل اسبوع عملتي يوم تخلعي فيه وانت واقفه على الحوض بالميه السخنه، مش هياخد معاكي اي وقت، ويفضل دايما شكله جميل ونضيف، وانت مش هتتعبي في تنظيفه. كل ما تنزليه كل اسبوع مش هتتعبي خالص، 5 دقايق وهينضف في ايدك ويبقى زي الفل. وبتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، متنسوش بقى لايكات كتير كده عشان تشجعوني وتحمسوني ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير من النوعيه دي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه، مع الف سلامه.